Good morning, my students. How are you? Today is Tuesday. The date is 3 of November 2020. Today we will continue the past simple of regular verb. الفعل الماضي المنتظم. سوف نكمل شرح الفعل الماضي المنتظم. Past simple of regular verb. زي ما حكينا امبارح يا مس انه الفعل الماضي المنتظم هو فعل حصل في الزمن الماضي، يعني زمان، حصل زمان وانتهى، يعني بالزمن الماضي يعني زمان انتهى الفعل. هو يكون بإضافة إيدي للفعل، يعني بضيف للفعل الماضي حتى أميز انه هو فعل ماضي، بضيف له إيدي، بيكون بنهاية الفعل موجود عندي هون إيدي. مثال هون play يلعب، في الماضي بيصير played لعبة، ضفنا هون للفعل ايدي. watch يشاهد، اصبح watched. watched شاهد، ضفنا للفعل هذول الحرفين ايدي. like يحب، هون liked احب. لاحظوا هون الفعل like ينتهي بايش؟ حرف اي، فما في داعي اني احط كمان اي، خلص بحط بس حرف دي. like like. طيب هلا يا مس شكل الجملة، لما بدي أجي أحكي مثلا جملة أو أكتب جملة بالإنجليزي ببدأ دائما بالسبجكت، الفاعل هون اختصار سبجكت، الفاعل بيكون يا إما اسم شخص مثل مولي أو ضمير عائد على هذا الشخص، هي أو شي أو إت أو يو أو وي أو ذي، أحد الضمائر أو اسم. إذا الفاعل بيكون يا إما اسم يا إما ضمير ببدأ به الجملة، دائما أبدأ الجملة بالسبجكت الفاعل، بعد الفاعل بدي أحط الفعل الفيرب الفعل، إذا مباشرة بعد الفاعل بدي أضيف الفعل، ثم إيدي بدي أضيف للفعل إيدي حتى أدل إنه هذا الفعل حصل في الماضي. آخر إشي بحط الأوبجكت، اختصار أوبجكت المفعول به اللي هي تكملة الجملة. بالآخر بحط فول ستوب نهاية الجملة. طيب نشوف هون المثال اللي أخذناه إمبارح، إكزامبل مثال هون مولي هيلبد، مولي ساعدت. مولي هيلب، لاحظوا هون الفعل هيلب حطينا له ايدي، اذا هيك الفعل هو في الزمن الماضي. مولي هيلب ذا فارمر، مولي ساعدت المزارع. مولي هيلب ذا فارمر. اذا يا مس الفعل الماضي هو يكون باضافه ايدي. اليوم رح ناخذ كيف بدي انفي الفعل، مثلا بدي احكي انه مولي لم تساعد المزارع، كيف انا بنفي الفعل؟ اوكي، ننفي الفعل، النفي بيكون يامس، النيجاتيف بيكون بإضافة did not. did not بضيفها قبل الفعل، هاي الفعل عندي هون، إذا did not هاي هي لم يقم بالفعل، بنفي الفعل. مولي did not help the farmer، مولي did not help the farmer، أو بختصرها بحكي didn't. إذا يامس بحط did not قبل الفعل، ومنلاحظ شغلة إنه الفعل هون كان فيه إيدي، لما حطيت did not شلنا الإيدي من الفعل، إذا هاي did not مجرد ما أنا أحطها بالجملة وأنفي الفعل خلص بشطب الإيدي من الفعل، ما بخليه. هاي قاعدة، ما لازم أحط الإيدي مع الفعل بإضافة did not. إذا هون مولي ببدأ بالسبجكت، أول إشي نبدأ بالسبجكت في الجملة، لما بدي أنفي بعدين بحط did not help the farmer، مولي لم تساعد المزارع. إذا يا مس بحط أداة النفي اللي هي did not أو اختصارها didn't قبل الفعل، مجرد ما أشوف الفعل بحط وراها أو قبلها did not، بعدين بحذف الإيدي من الفعل. طيب نيجي هون لما بدي أعمل سؤال question، كيف بكون سؤال في الماضي؟ شو بستخدم؟ أكيد راح أستخدم did اللي هي معناها هل أداة السؤال في الماضي did. هاي did يا مس أداة السؤال للزمن الماضي، إذا question بحط هون بالبداية did وبكمل عادي باقي الجملة. did Molly help. نلاحظ هون برضو انه الفعل شلنا منه الايدي، اذا did او didn't، did للسؤال او didn't للنفي، الفعل يامس وراهم نحذف منه ايدي، يجي مجرد، ممنوع اني احط ايدي معه بوجود did بالسؤال. did Molly help the farmer،
هل مولي ساعدت المزارع؟ Did Molly help the farmer؟ هل مولي ساعدت المزارع؟ الإجابة بتكون يا yes أو no، يا نعم أو لا. Yes she did. إذن هون مولي الضمير عائد عليها بالجواب، لازم أحط ضمير، ما بصير أحكي yes Molly did، بحكي yes she did. أنا سألت بديد فبجاوب بديد. Yes she did أداة السؤال اللي سألت فيها، لازم أحطها بالإجابة. No she didn't أو did not. No she didn't. إذا هون عندي بالنفي إنها لا لم تساعد. No she didn't. ما أنسى إني أحط اللي هون not اللي هي مع no. No she didn't. ما بحكي no she did. No she didn't. أوكي. إذا يا مس برد بعيد هون إنه يمس شكل الجملة في الماضي البسيط، تبدأ بالسبجكت، بعدين الفعل بإضافة إيدي، بعدين الأوبجكت. مولي helped the farmer، هون شكل الجملة اللي ما فيها نفي. مولي helped the farmer. عندي النفي النيجاتيف، بدي أنفي إني أحكي إنه مولي لم تساعد المزارع. مولي بعدين بضيف did not. did not اللي هي لم تقم بالفعل. مولي did not help. والفعل هون يا مس بدون ايدي، بحذف منه الايدي. مولي did not help the farmer. مولي لم تساعد المزارع. في حال تكوين السؤال did، نضع did في البداية، أداة السؤال هي did. did Molly help the farmer؟ وبرضه هون الفعل ممنوع اني احط معاه ايدي. did مجرد ما حطيت did او didn't في السؤال او في الجملة النفي، خلاص بشيل الايدي من الفعل. did Molly help the farmer؟ هل مولي ساعدت المزارع؟ yes she did او no she didn't تكون الاجابة. هون في عندي ملاحظات يا مس ننتبه لها. النيجاتيف لما بشوف كلمة نيجاتيف يعني انفي، لازم استخدم did not قبل الفعل. الكويستشن السؤال بستخدم له did في البداية. هلأ did not هي نفسها didn't، اختصارها بقدر أحط did not أو didn't، ما في مشكلة. بعدهم يأتي الفعل بدون إيدي، مجرد ما أشوف didn't أو did لازم إني أحذف إيدي من الفعل. وهيك يا مس بنكون شرحنا الفعل الماضي المنتظم. لا تنسوا نحط لايك واشتراك للقناة. يعطيكم العافية.